السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم مع بعض شوية عن شغل الخرز اللي عندنا حاجات كتيرة جدا 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 بفضل الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عندنا الخرز اللي بيحبوه الأطفال، ولادنا لما بيدخلوا بيحبوا ينقوا من الأشكال، العيون الزرقاء أو الملونة. عندنا الاستبر سواء السادة بألوان كتير أو اللي بيبقى كله ألوان كتيرة في بعضها، في برضو السادة أهو، في السادة اهو، السادة عندنا 3 الوان اهو، السادة برضو هنا في اهو. احنا لو دورنا هنلاقي في اماكن كتيرة جدا متوزعة، للأسف انا مش حطاهم ورا بعض. استوبر اهو اهو، المقاسات برضو عندي مقاسات، مقاس 2 مقاس 4 مقاس 6. عندنا حتى الاستوبر موجود خشب، بصوا كده معانا هنلاقي هنا في استوبر، الاستوبر اللي قدامكم ده خشب، عندي الاستوبر الخشب ب3 الوان، اللون اللي قدامنا المزرق ده والبني الغامق والبيج او العسلي ده الفاتح خالص. هتلاقي كمان بص دي استوبر باللون البني المحروق برضو، تمام. ده الخرز الخارج النجف، الكسر الخارج النجف، الخرز باشكاله، الاستوبر برضو بالاوف وايت، لولي بالميزان، لولي برضو استوبر بتاع ده خرز حجم اكبر شوية، حجم اكبر شوية. عندنا كمان خارج النجف زي ما قلنا، عندنا الترتر، ترتر برضو عندنا باشكال كتيرة والوان كتيرة، تمام، نوزع في كل حتة هنلاقي الترتر في كل حتة. عندنا برضو الاستوبر، الاستوبر هو باللون العسلي، لون تحفة بجد تحفة. الخشب عندنا اشكال خشب جميله قوي قوي، واحجام تلاقي فيه تنوع في الاحجام. شوفي الحجم ده، في هنا كمان الحجم الكبير ده، في الاكبر اللي بيستخدموه للمكرميه. الخشب بص دي برضو خشب قدامكم اهي، تحتيها خشب برضو اهو، خشب عندنا هنا اشكال والوان من الخشب. بصوا ده بياخدوه برضو بيزينوا بيه شغل المكرميه، بيحطوه في شغل الاكسسوار. عندنا برضو في الحاجة بتاعت الاكسسوار حاجات كتير كتير كتير. ده استوبر شفاف اهو، مدي على ابيض شوية. حاجات اللي هي بنقول عليها انصاص اللولي، عندنا برضو اشكال كتيرة من انصاص اللولي، كسر خارج النجف، اللولي زي ما انتم شايفين الاحمر ده برضو ده خشب، البني ده خشب. احنا لو اتكلمنا على الخشب ده خشب، خشب كتير كتير، عندنا اشكال من الخشب. بصوا الخشب ده كله شايفين، ده حاجات بياخدوها لزينة الشنط، واحيانا بيدخلوها في شغل المكرميه. كل الاشكال بتاعه الخرز هتلاقوا حاجات حلوه قوي. برضو ده خشب قدامنا اهو باكتر من لون. الاحجار بقى تعالوا نتكلم مع بعض عن الاحجار. احجار عندنا غير بصراحه، يعني مش هتلاقوا جمال الاحجار الايطالي الحلوه دي، مش هتلاقوها عند حد تاني بفضل الله الا فيما نظر. خرزه او قطعه حجر جميله جدا، الفيروز دي حلوة قوي قوي بجد، يعني من الحاجات الحلوة اللي بتعجب الناس. عندنا برضو بصوا هنا الحجر اللي هنا، شوفوا المنظر ده بأشكال وألوان، دواير ومربع واسطواني بأكتر من شكل وأكتر من لون زي ما انتم شايفين. تقدري تدخلوها في حاجات كتير جدا جدا جدا. اللولي الذهبي والفضي والاحمر او النبيتي، هتلاقي فيه هنا لولي كتير جدا، هنا الاحمر كتير كتير كتير. ده حجر برضو شايفين، شايفين الجمال بتاع الحجر اللي هنا، يجنن بجد يجنن. ايه كمان عندنا، اتفرجوا معايا، شايفين الاشكال، الخرز المحقون اشكال حلوة جدا جدا جدا، هتعجبكم قوي. المكان اصغر من الحاجات اللي عندنا بفضل الله، عشان كده احنا بنضطر نحط الحاجات ورا بعضها، بس الحمد لله الحاجة الى حد ما باينة. يعني عندنا الربر بالميزان، الربر بالميزان، التفسيرة التفسيرة باحجام كتير، الحمد لله عندنا احجام كتير. التفسيرة هنا برضو اهي، الجمجمة، الحروف باشكال كتير قوي والوان كتير قوي. خشب الحاجات بتاعت التطريز بتاع الاسفل، الاساور والعقاد، المسامير باشكالها واحجامها الذهبي والفضي، الفواصل، كفر الاستوبر، الحاجات الاستوبر، المسمار،
كفرات، في حاجات كتير، اشكال كتير كتير كتير، لو اتفرجنا اشكال كتير جدا 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 جدا. لو اتكلمنا كمان عن الرابر، لينا جولة في الركن ده، لان الركن ده برضو حكاية عايزين نبقى نتكلم عنه فيما بعد. عندنا الرابر، السادة، الجونجو، الخرز، العقاد، السمايل، شايفين السمايل ده جميل ازاي، الفواكه، تمام. ده غير اللولي، اللولي كمان هنتكلم عنه. عندنا اشكال لولي حلوة قوي، الوان متنوعة وكتيرة، احجام كتيرة، تمام. عندنا احجام كتيرة بفضل الله، والوان كتيرة، خامة ايطالي حلوة قوي. عندنا حاجات كتير زي ما انتم شايفين بفضل الله. حاجات هتعجبكم قوي. انا بحاول على السريع ان انا اوريكم الحاجة على السريع، لكن الحاجة محتاجة مش فيديو واحد، محتاجة اكتر من فيديو، يعني محتاجين نتكلم مع بعض على الحاجات دي في اكتر من فيديو، لان بجد الحاجة حلوة ومحتاجة انها تبان بشكل احلى من كده. تعالوا اتفرجوا معايا على الحجرة دي على شكل اسطواني شوية، قد ايه هي حلوة. انا عن نفسي بحب اتفرج عليها كتير لان بحسها حلوة قوي بجد. شايفين دي ودي، في حاجات مدارية اسألوني عليها وانا اطلعها لكم بجد. لانها للأسف المكان للأسف مش واخد كل حاجة، فبنضطر نحط حاجات ورا حاجات. بصوا الحجر ده، الحجر ده رهيب بجد، ما شاء الله تبارك الله. انا بحب اتفرج عليه بجماله، جماله حلو قوي قوي. الاستبر بمقاساته، الاستبر بمقاساته، حتى حلقان السلاسل عندنا مقاسات كتير واكتر من مقاس بالذهبي والفضي. الخرز زي ما قلنا لولادنا، خارج النجف، حاجات كتير، حاجات كتيرة قوي. الشاسيه بتاع السلسله بتاع التطريز زي ما انتم شايفين اكتر من شكل اهو، خرز الاستبر الصغير خالص. زي ما انتم شايفين اشكال مختلفة ومتنوعة الحمد لله، من اشكال كتيرة بفضل الله اهي الحمد لله. الحلقات، الميداليات، الخرز، الخشب، شايفين ده خشب، شفت الخشب، عندنا اشكال كتير كتير كتير، احجام كتير كتير، الوان كتير كتير، مهما حكينا بقى حاجات كتيرة جدا جدا جدا. اعتقد بفضل الله وبإذن الله مفيش حاجة مش هتلاقوها هنا ان شاء الله، الا حاجات يعني نادرة. يعني بصي مثلا الخرزة دي، تمام، شوفوا الخشب ده، ده تفسيرة صغير. حاجات كتيرة بقى لو فضلنا ندور في كل حاجة. بصوا كسر خارج النجف، هنا ابيض، هنا الاوف وايت بتاعه، اللولي خشب، زي ما انتم شايفين اشكال المصاص لولي برضو، دي محتاجه لها فيديو تاني. عندي اشكال مصاص لولي بفضلك انت يا رب الحمد لله ولا قوه الا بالله، مش موجوده عند حد، تفسيره تاني شفاف مبيض شويه، بفضل الله بفضل الله بفضل الله، حاجات افتكر مش موجوده عند حد الحمد لله. ازعم هذا، يعني ازعم هذا. الكسر برضو، شوفوا شوفوا المنظر ده، شوفوا الحلاوة، شوفوا الجمال. يا رب الفيديو ده يعجبكم، ما كنش طولت عليكم فيه، انا عارفة ان انا طولت، بس يعني الحاجة اللي هنا اكتر بكتير والله. انا بحاول اعمل بسرعة بس اتفاجئت ان احنا عدينا 9 دقايق، فمش عايزة اطول اكتر من كده. حاولت ان انا اجمع على قد ما اقدر الى حد ما الاشكال على قد ما قدرت. اي استفسار انا تحت امركم، والرسائل الصفحة موجودة، الواتساب تحت امركم، اي حاجة احنا تحت امركم في كل حاجة، وشكرا جدا لكم.